إذن مشاهدينا الكرام، مش داخلنا جبتي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة عين دياب، يعني كيف ما كتبوا معنا مشاهدينا الكرام، واحد السيارة اللي كانت تسير بواحد السرعة جنونية ودخلت في هذا العمود الكهربائي اللي أمامنا، يعني تم نقل عدد من المصابين إلى المستعجلات، فكنتمناو لهم الشفاء يا ربي، وكنتمناو أن الحالة ديالهم تكون مستقرة، يعني السيارة ولات حالتها حالة. يعني كيف ما كتبوا معنا مش الكرام، مش دقنا نشوف تافه، شوفوا الحالة اللي وصلت لها هاد السيارة اللي أمامنا. يعني تم نقل عدد من المصابين إلى المستعجلات، فكنتمناو لهم الشفاء يا ربي. يعني بطبيعة الحال عناصر الأمن اللي حاضرين نايبين المكان مشكورين. يعني هذه خويا ماشي نخلة، هذه دايرة فحال النخلة، ولكن هي عمود كهربائي ديال الريزو، هذا ديال الريزو خويا. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الحالة اللي وصلت ليها هاد السيارة هادي اللي أمامنا. شوفوا الحالة اللي وصلت ليها هاد السيارة هادي، هذا الريزو داير بحال الشكل ديال النخلة. فكيف ما كتبوا معنا السلامة يا ربي، الإنسان يسوق المهنة وحده وراسو، كيف ما كتبوا معنا دائما في فترة ديال الليل ما كيوقعوا حوادث سير خطيرة أو مميتة. فمثل هاد السيارة هادي، يعني كل ما كانش الإيرباك كون الله يرحمهم، ولكن سيارة الإسعاف دخلات تم النقل ديالهم للمستعجلات، فكنتمنوا لهم كل الشفاء يا ربي، كنتمنوا أن الحالة ديالهم تكون مستقرة. يعني هادشي في منطقة عين دياب مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا الحالة اللي وصلت لها هاد السيارة هادي اللي أمامنا، كيف كتبوا معنا، شوف 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 معنا الحالة اللي وصلت لها هاد السيارة هادي. فالله يلطف، الله يحضر السلامة والله يحفظ. شوفوا معنا أشلاء ديال السيارة فين تلاح، البلاكة تهرست خويا. هادي باصات، يعني هادي باصات اخويا، باصات يعني راه حالتها حالة الله، السيارة كاملة مشات. بطبيعة الحال عناصر الأمن حاضرين بعي المكان، وأيضا رجال الوقاية المدنية مشكورين صراحة اللي دخلوا على وجه السرعة وتم نقل المصابين إلى المستعجلات، فكنتمناو لهم كل شفاء يا ربي. الموتور ديال الطوموبيل راه مشى، خويا هادشي في منطقة عين دياب. فدائما ما كنبغيو نوجهو رسالتنا للناس والمواطنين أنهم ياخذوا الحيطة والحذر ديالهم، خصوصا في فترة ديال الليل. فترة الليل الإنسان كيقول حق راه الطريق خاوية، أجي نمشي بواحد السرعة، فهادشي كينتج عليه حوادث سير مميتة، هادشي كينتج عليه حوادث سير مميتة ولا خطيرة. فالإنسان مسكين يقدر يبقى في عاهة مستديمة لمدى الحياة، أو لا يقدر يتوفى. فكنتمناو أن الحالة ديالهم تكون مستقرة، الله يجيب لهم الشفاء يا ربي. تمنى مش الكرام تبقوا معنا، غادي نتبعوكم مع بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.